انت اصلك عيل عديم الربايه يا ابني. هو انت ايه جنسك؟ ايه ابوك دي هيموت بسببك. مش نقصاك والنبي يا ابن لمونة. اكديه يا ولدي كتر خيرك. رايح وين يا حاج؟ لا والله عادي، راح ابص على زرقة الليمون وجاي عادي يعني. يا ابني فوق 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 يا ابني، عشان حياتك مهمة. لو ما قدرتش تفوق عشان نفسيك، يبقى لازم تفوق عشان ولادك اللي هيبقوا معاك وهيبقوا معتمدين ان انت تكبرهم وتعلمهم احسن علام. يا ابني فوق عشاني انا وامك اللي تعبنا وصرفنا عليك وكبرناك عشان في يوم من الايام تبقى سند لينا. يا ابني فوق عشان الناس اللي بتحبك، فوق عشان احلامك اللي عمال تحلم بيها. وحاول تبعد عن كل حاجة سلبية بتأثر عليك وبترجعك لورا. يا ابني فوق وتحرك وافتح صدرك لكل المشاكل، كل المشاكل، وتعلم تحلها ازاي حتى لو هتسألني آني. لحد ميتة وهتكبر ميتة. Thank you.